هذه هدية سعد المجرد لملك المغرب محمد السادس نصره الله. إليكم التفاصيل. فقد أعرب المطرب المغربي سعد المجرد عن فرحته الكبيرة بتحقيق أغنيته الشهيرة المعلم مليار مشاهدة على موقع اليوتيوب. ونشر سعد المجرد عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام مقطع فيديو احتفل خلاله بنجاح الأغنية وتوجه بالشكر لجمهوره الكبير الذي أوصل الأغنية لهذا الرقم خلال 7 سنوات من طرحها. وأهدى سعد المجرد نجاح الأغنية إلى ملك المغرب محمد السادس ووالديه وجمهوره في المغرب والعالم العربي. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد دائما ما يعبر عن حبه لملك البلاد محمد السادس من خلال تعليقاته على صوره التي ينشرها. الله يبارك في عمر سيدي، الله ينصر سيدنا. كما أن سعد المجرد ينشر دائما صورا للملك محمد السادس في العديد من المناسبات والأعياد الوطنية، حيث كانت آخر صورة نشرها عبر حسابه على الإنستغرام للملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي الحسن بمناسبة عيد ميلاده، حيث علق عليها قائلا: كل عام وسيدي مولاي الحسن بألف خير. بكم اليوم على هذا الإنجاز الضخم اللي وصلنا له تبيانا. Thank you so much. بكم أنا وصلت لهنا، درتوا أضعاف المجهودات، أضعاف المجهودات اللي درت أنا فوق داكشي اللي كنتصور. واه عمري غادي ننسى سهر الليالي اللي دوزتوه على قبلي. النجاح هذا لسيدي محمد السادس، الله يبارك في عمر سيدي والمغرب. بغيت نهدي هذا النجاح هذا كذلك للوالد والوالده لالا زهر الكراكي، نجاح الاستاذ بشير عبدو بابا حبيبي.